زمان كان عندي كتير من الأماني، لكن كتير منها ما تحقق، لأني يمكن ما كنت أعرف كيف أفرق بين الهدف والأمنية. في أول محاضرة إلي في سنة أولى جامعة كانت لمعيد أكبر مني بأربع سنين، كانت محاضرته بيحكي فيها عن تجربته الشخصية وكيف هو حول أمنيته لهدف لما نرسم إلها خطة واضحة عشان يصل إلها. من لحظتها قررت إنه بعد أربع سنين حكون واقف مكان الأستاذ معيد في الجامعة. في نفس السنة حصلت على منحة الفخورة، وهان كان التغيير التاني، مش على المستوى المادي رغم إنه أعطى فرصة لأسرتي تفكر في أولويات تانية غير مصاريف تعليمي، بس التغيير كان على مستوى شخصيتي وطريقة تفكيري ونظرتي للحياة. في الفخورة أنا قدرت وعرفت كيف أرسم أهدافي وأحولها لرسالة حياة. بعد أربع سنين حققت أول أهدافي، ولحسن الطالع كانت أول محاضرة إلي كمعيد في نفس القاعة اللي سمعت فيها أستاذي وهو بيحكي عن تجربته الشخصية. الطريق أمامي، أنا ماشي بعزيمة وتصميم. لأحقق أهدافي مش مطلوب أكون شخص غير عادي، المطلوب بس أعرف هدفي صح وأبني ذاتي وأرسم خط الطريق عشان أحققه.